مرة أخرى أسعد الله مساءكم بكل خير جميعاً، إن شاء الله الأمور كلها تمام. شكراً للتقديم دكتور رفيف. اليوم رح نتحدث عن موضوع قريب جداً إلي وإلى تخصصي وإلى قلبي، لأني بحس أن هذا الموضوع مش آخذ كتير لسه حقه في التشخيص والتقييم، وحتى لما إحنا نطلع على أولادنا اللي عندهم اضطراب معالجة حسية أو اللي عندهم اضطراب طيف توحد ويرافقوا كمان اضطرابات المعالجة الحسية. إن شاء الله اليوم بهيك تقديم بسيط رح نحكي بعدة محاور. رح نحكي عن ما هي اضطرابات المعالجة الحسية وعن أنواعها المختلفة. رح نحكي كيف تؤثر هذه الاضطرابات على النمو الطبيعي عند الأطفال. رح نحكي عن علاقتها باضطراب طيف التوحد، ومن ثم رح نعطي نبذة بسيطة عن التقييم والعلاج لاضطرابات المعالجة الحسية. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي اضطرابات المعالجة الحسية؟ هلأ إحنا بنعرف إنه إحنا في عنا وكلنا تعلمنا عن الحواس المختلفة اللي إحنا ناخد فيها معلومات عن المحيط الخارجي اللي موجود حوالينا. أي استجابة إحنا بنسويها هي بتكون عبارة عن يعني استجابة لهذه المثيرات الحسية الموجودة في بيئتنا. فإحنا بنسمع أشياء، بنشوف أشياء، بنلمس أشياء، بنشم أشياء، ونتذوق أشياء مختلفة. طبعاً هاي الحواس الخمسة اللي كلياتنا تعلمناها، هاي المتخيل الإحساسات تدخل إلى جهازنا العصبي وبتذهب إلى الدماغ، وهناك بيكون في نوع من أنواع المعالجة لهاي الإحساسات أو يعني الاستشعارات الحسية المختلفة. إيش يعني معالجة؟ يعني بحاول الدماغ يفهم شو هي. في فرق عندي بين ما أنا مثلاً بشوف وبين ما أنا أفهم، أقول هذا لونه أصفر، هذا لونه أحمر، هذا أمام، هذا خلف، هذا على يميني، هذا على شمالي. في فرق بين أني أنا بحس، بين أني أقول أنا عم بلمس ملمس خشن، ملمس ناعم، أو الأعقد من ذلك، أني مثلاً بكون أنا ماسكة الحقيبة تبعتي وبمد إيدي جواتها وبطلع مفتاح باللمس فقط من غير ما أطلع، بكون بعرف أنه هذا مفتاح. هذا معالجة تمام للإحساسات المختلفة. هلأ المعالجة لما بتتم معالجة هاي المدخلات الحسية كلها بصير نتيجة هاي المعالجة استجابة. أنا جسمي بيعمل استجابة معينة نتيجة أني أنا بشوف شغلة معينة. يعني بشوف مثلا كطفل طابة عم ترمى إلي، فإذا عم ترمى لأصلاً دماغي بعالج، بشوف من النظر، من هل هي ماشية بسريعة، هل هي أنا بقدر أمسكها، ما بقدر أمسكها. لو بقدر أمسكها بكور إيدي بحيث تتناسب مع حجم الطابة، لو ما بقدر أمسكها بصير بدي أحمي وجهي أو بدي أبعد عنها. أنا في عندي استجابة بناء على كيف أنا فسرت كل هاي المدخلات الحسية. ممكن حد عم برمي عليه طابة وحد رأسه مباشرة يحكي لي سنة ديري بالك، أو عمر دير بالك، أو عمر انتبه، أو أحمد انتبه وراك. فأنا بعالج السمع مع النظر مع إيش أنا بشوف كل مع بعض، بحاول إني أنا أطلع بعديها استجابة تتناسب مع هاي المدخلات الحسية اللي موجودة عندي. الإشي اللي بدي أكد عليه قبل ما إحنا نكمل فيه لما نحكي عن المعالجة الحسية، إن إحنا كلياتنا بنعرف الحواس الخمسة: السمع، النظر، اللمس، والشم، والتذوق. نضيف إلها كمان إحساسين كتير مهمين وبيأثروا على تطورنا ونمونا واستجابتنا، اللي هن أول واحد اللي هو الاتزان، واللي هي قدرتنا كيف نعرف إحنا وين بجسمنا، وين أنا واقفة، كيف واقفة. حتى وأنا قاعدة، هل أنا قاعدة بشكل مستقيم، هل أنا قاعدة بشكل منحني، هل أنا وين جسمي، كيف أنا معرفتي لما بتحرك. مثلا لما بنكون ماشيين مثلا بباص وأنا واقفة، لما الباص مثلا فجأة بتوقف، كيف أنا جسمي بحاول يتوازن مع مشاعر الاتزان، الإحساس بالاتزان الموجود عندي. كمان يعني إحساس كتير مهم وهو ما يعرف، صراحة حاولت كتير أبحث في اسمه في اللغة العربية لكن ما لقيت له اسم مناسب، وهو ما يعرف بالبروبريسبشن. بكل بساطة البروبريسبشن بيحكي لي هي إحساس موجود في المفاصل وفي العضلات. بكل بساطة بيحكي لي وين أنا. يعني لما أنا بفكر هيك مثلا، بقول أنا بغمض عيني وبحط إيدي هيك وبقول لا، أو بحط إيد طفلي هيك وبقول له حط إيدك الثانية زي ما أنا حطيت إيدك هلأ، هو مغمض عينيه، فكيف بحط إيده الثانية
في نفس المكان، هذا هو إحساس البروبريسبشن. وين أنا كتافي؟ وين أنا جسمي؟ وين أنا بالمحيط الموجود حوالي؟ لما أكون أنا عم بحرك مفاصلي، عم بحرك جسمي، كيفي عم بتحرك قدامي؟ هاي إيدي من قدام، من وراء، حطتها على راسي، حطتها على ركبتي. هذا كله عبارة عن اللي بيعطيني هذا الإحساس، هي هاي الإحساسات اللي بتنتقل إلنا من العضلات ومن المفاصل. الاتزان والبروبريسبشن كتير مهمين، لأنه إحنا كمان الاستجابات الحركية اللي بنعملها تحتاج إنه إحنا كمان ننسق معها كل المعلومات اللي عم تيجينا من الإحساس في الاتزان أو الفستيبولر، معرفة الفستيبولر، أو إحساسنا بإحنا وين مكاننا موجود بالمحيط اللي موجود حوالينا. فأول إشي نتفق عليه إن المعالجة الحسية هي عبارة عن إني أخذ كل هاي الإحساسات من البيئة المحيطة فيه، كل الإحساسات اللي ممكن تفكروا فيها هلأ وأنتوا جالسين. يعني لو أنت هيك بتتأمل دقيقة مع نفسك وأنت جالس، كيف أنت إحساسك على المقعد اللي أنت قاعد عليه؟ ظهرك كيف مسنود على المقعد اللي أنت كمان جالس عليه؟ وين أنت حاطط إيديك؟ شو درجة الحرارة الموجودة حواليك؟ إيش عم تلمس؟ الملمس تبع ملابسك، هل هو ناعم؟ هل هو خشن؟ إيش أنا شايف؟ كيف الإضاءة اللي حوالي؟ ضعيفة، قوية، باهتة، مبهرة، كتير قوية، يعني مضيئة جداً جداً، ساطعة؟ هل في أي إشي أنا عم بشمه وأنا عم بحكي؟ صوت اللي عم تسمعه صوتي، هل في صوت مراك مثلاً، مروحة أو صوت كونديشن أو صوت تلفاز أو صوت أطفال؟ في كل لحظة من لحظات حياتنا إحنا بدخل لنا كل هاي المدخلات الحسية مع بعض، وبنفس الوقت الدماغ يقوم بمعالجتها حتى أنا أقوم باستجابة معينة. يعني لو أنت قاعد هلأ وشميت ريحة غاز، الاستجابة تبعتك رأسا رح تقوم إنك تشوف وين هذا الغاز، هل في هذا لأنه خطر، وين الغاز، وين ريحة الغاز جاي. لو أنا مثلا سمعت صوت ولد عم ببكي، رح أقوم رأسا وأشوف ليش الولد عم ببكي. فهاي الاستجابة بناء على المدخلات الحسية اللي أنا عم أشوفها. طيب شو اللي بيصير؟ أين يحدث الخلل لما بكون في عنا اضطرابات في المعالجة الحسية؟ هل في عندي مشكلة بنفس المستقبلات الحسية؟ يعني هل أنا عندي مشكلة في النظر؟ إذا أخذت ابني أنا على دكتور العيون رح يقولي في عنده قصر نظر، في عنده انحراف. هل أنا عندي مشكلة مثلا في السمع نفسه، في شدة السمع، هل الولد عم بسمع أو ما عم بسمع؟ اللي بيصير عنا بالمعالجة الحسية، الخلل ما بيكون بالمستقبل الحسي نفسه، لكن الخلل بيصير في الطريقة التي تعالج فيها هاي الإحساسات على مستوى الجهاز العصبي المركزي. فيعني بالعادة أولادنا، هذا لا يعني إذا صار في عندي خلل في المستقبلات الحسية أكيد رح يأثر على المعالجة الحسية، لأن إذا أنا عم بعطي أصلاً معلومات خاطئة للدماغ، الدماغ ما رح يعرف يتصرف بالطريقة المضبوطة. بس إحنا عم نحكي لما يكون الاضطراب هو اضطراب معالجة حسية، ما بيكون في عندي أنا مشكلة في المستقبلات الحسية نفسها. فأنا مثلا إذا بروح بفحص سمع الولد بلاقي سمعه تمام، بفحص نظره بلاقي نظره تمام، مثلا الإحساس باللمس، إنه إذا لمسته بقولي لمستيني ما في مشكلة. لكن بتكون المشكلة الخلل في إنه كيف يفهم الدماغ هذه المستقبلات الحسية المختلفة، كيف بفسرها، كيف بيجمعها مع بعض، وكيف بيرتبها حتى تعطيني استجابة صحيحة. فهذا لما رح نحكي لقدام شوي على كيف نقيم وكيف ممكن نعالج وإيش أساسيات للعلاج، هذا كتير مهم. يعني كتير مهم المعالج بيكون فاهم وين هو عم بيساعد الطفل حتى إنه يتخطى هاي يتخطى هاي المشكلات أو مشكلات اللي تناتج عن اضطراب المعالجة الحسية. طيب عشان نفهمه أكتر لازم نحكي عن أنواعه. إيش أنواع اضطرابات المعالجة الحسية المختلفة؟ في له أنواع مختلفة، كل نوع له أعراض مختلفة. رح نحكي عن اضطراب التعديل الحسي، أو هو ما يعرف بالmodulation disorders. إذا في معانا معالجين موجودين أكيد بيعرفوا أكتر باسم المودوليشن disorders، التعديل الحسي. رح نحكي عن الاضطرابات الحركية المبنية على أساس حسي، ورح نحكي على اضطراب التميز الحسي. هدول هلأ في تصنيفات كتير، إذا أنت بترجع تقرأ
في الأبحاث وبتقرأ في التاريخ تبع التطور مفهوم الاضطراب الحسي رح تلاقي إنه في تصنيفات جدا مختلفة ومتنوعة، لكنها أغلبها تصب وهي هي أحدث من أحدث التصنيفات التي تحدثت عن الاضطراب المعالجة الحسية. ناخذ واحد واحد، وراح احكي عن اول واحد هو اكثر واحد يمكن يهمنا اليوم لانه هو من اكثر الاشياء المربوطه باضطراب طيف التوحد، اضطراب التعديل الحسي السنسوري موديليشن ديس اوردر، واللي هو يعني اني انا لما بعطي استجابه هاي الاستجابه بتكون غير متناسبه مع المثير الحسي. يعني بنلاقي طفل في اول واحد مثلا زي فرط الحساسيه، مجرد ما يسمع مثلا صوت الجرس بحط ايديه على دينه، ما بتحمل صوت مثلا دق الجرس، ما بتحمل صوت المروحه، ما بتحمل صوت مكنسه الكهرباء، هاي الاصوات بتكون جدا مزعجه بالنسبه له. لاقي طفل ما بتحمل الاضاءه الساطعه، اي اضاءه قويه، اي اضاءه باللون الابيض او اضاءه باللون الاصفر حسب كل طفل بيكون مختلف، بتلاقي راسا بغطي عينيه ما بتحمل، بنفتح له البرداي بالصف الستارة يعني نفتحها بالصف، شوية بتجي لمعة على اللوح الصفي ما بقدر يصير متضايق وبسكر عينيه وما بقدر يشوف. كتير منشوفها في الأولاد فيما يتعلق في التذوق، فمنلاقي الأولاد كتير نسميهم بيكي إيترز، يعني كتير 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 بيدقروا على إيش بيحبوا يأكلوا أو إيش بيقدروا يأكلوا، ما بيأكلوا غير أنواع معينة من الأكل بدرجات حرارة معينة بملمس معين. يعني مثلا بتلاقي الولد كل أكله زي اللبن، زي الكريمة، زي المهلبية، أي إشي مثلا بيقرش، أي إشي خشن ما بيحب إنه يأكله أو بلاقيه مثلا بيضايقه لأنه عنده فرط حساسية بالمستقبلات الحسية في الفم. تلاقي الولد مثلا ما بقدر يشم، يعني بيشم كتير، أي ريحة بسيطة ممكن تخليه إنه يعني يراجع أو بمعنى يستفرغ، أو إنه هو يصير عنده جاج ريفلكس يضله إنه زي يدشى لأنه هو مش متحمل هاي الروائح المختلفة. في أولاد مجرد ما يركبوا شوي بالسيارة يصيروا دايخين، هذا جينا حكينا على الاتزان لأنه عم تتحرك السيارة فيهم ما عم بتحملوا هاي الحركة، لو طلعوا شوي على المرجحة إن شاء الله تكون مرجحة أو السحسيلة، إن شاء يعني إن شاء الله الكلمات تكون واضحة ما في تعبيرات مختلفة بين عندنا في الأردن وعندكم في السعودية، فإذا طلع على الرجوحة إذا نزل على السحسيلة بتلاقي رأسا بدوخ، رأسا ما بقدر يحافظ على نفسه، رأسا بصير رأسه يوجعه، برمي حاله على الأرض ما بيقدر. ليه؟ هذول الأولاد عندهم فرط حساسية، يعني أي إحساس بسيط بيكون الاستجابة له جدا عالية وغير متناسبة إطلاقا مع كمية المثير الحسي اللي موجود. في المقابل في عنا أولاد عندهم ضعف الحساسية الحسية، هذول الأولاد اللي بيضلوا يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا سنة يا سنة، بصير الأم تقول أنا ابني ما بيسمع، تاخده عند دكتور السمع بقولها ابنك تموره تمام سمعه تمام مفروض ما في مشكلة، الولد ما عم بيسمعها ما عم بيحس فيها. بيجي الولد هدول كمان بنشوفهم عند أولادنا في اضطراب طيف التوحد، بضرب حاله في الرأسه في الحائط مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة أيام، بينزل دم من رأسه الولد ما بتحسيه متألم، فما في حساسية للألم، إحساسه في الألم ضعيف، في ضعف في الحساسية. فعندنا زي ما قلنا يا أولادهم فرط في الحساسية، أي إشي أي مثير حسي ولو كان بسيط جدا 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 بتحسسوا منه وبيعطوا استجابة جدا مبالغ فيها مقارنة لقديش هو المثير الحسي موجود. في الجانب الآخر في عنا ضعف في الحساسية بحيث قد ما زاد يعني بيزيد كتير، بتعلي صوتك أو مثلا الأكل بيكون حامض كتير أو بيكون حلو كتير، والأولاد أبدا ما بيكونوا مستشعرين بهذا الإحساس وينطبق ذلك على الإحساس بالألم. وفي بعض الأولاد بيكون عندهم ما يعرف بالبحث أو الشغف الحسي، فبتلاقي هذول الأولاد بدهم بدوروا كتير على إحساسات، جزء من النظرية بتحكي لنا إنه هن أصلاً ما بيحسوا فيها كتير، فبضلهم يحاولوا إنهم يعني يبحثوا عن هذا الإحساس، وجزء بيقول بغض النظر عن سواء عندهم فرط حساسية أو ضعف حساسية، في بعض الأولاد بيكون عندهم هذا في شغف حسي، تلاقي الولد بقعد على المرجيحة على الأرجوحة وبطير وبيروح وبيجي وعشر دقايق وربع ساعة ونص ساعة
وما داخ ما بدوخ، بضلوا بده كمان بده كمان. بتلاقي الأولاد ضلوا يحطوا كل إشي في تمهم. في أولاد اللي عندهم شغف حسي للتذوق أو المنطقة اللي إحنا نسميها منطقة الفم وما حواليها، كل إشي بحطه في تمه، كل إشي ممكن يلاقي بحطه في تمه طول الوقت. تلاقي ولد طول نهاره بده يقفز، هذا بيكون عنده شغف حسي لحاسة الاتزان، طول الوقت بنط على الكنباية، بنزل من الكنباية بنط على الأرض، بطلع على السرير، من السرير بروح على إشي تاني، بتحط له ترامبولين في البيت بضل ينط 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 عليها. المعلمة بتشكي منه ما بيقعد أبدا بالصف ولا بيرتخي ولا بيهدأ، طول الوقت هو محتاج إلى حركة دائمة حتى هو عم بيكون عنده هذا الشغف أو البحث عن لحاسة الاتزان. الأولاد ذكروا حاسة البروبريسبشن، حكينا عنها، الإحساسي بعضلاتي وين مكاني. هذا الأولاد بيحبوا ياخدوا، بيحبوا العناق، لما بيجي بيعانقك بيشد عليك هيك قوي قوي قوي، وبيحب إنه لما حدا يعانقه يعطيه كتير شدة لما هو بيضمه إله، لأنه عشان يشعر بهذا الإحساس اللي هو عم بيفتقده أو مش حاسس فيه بشكل جيد بمفاصله بعضلاته. فهذا هو اضطراب التعديل الحسي، والذي يعنى إنه الطفل ما بتكون استجابته متناسبة لقديش المثير الحسي اللي مقابله، سواء بفرط حساسية أو بضعف حساسية أو إنه في عنده شغف أو بحث حسي. النوع الثاني من الاضطرابات الحسية هي اللي هو الاضطرابات الحركية المبنية على أساس حسي، وهون في عنا منها نوعين. واحد منهم يتعلق باضطرابات وضعية الجسم، وهو كتير مختص بحاسة التوازن مع حاسة البروبريسبشن مع حاسة اللمس. هدول الأولاد ما بيكونوا، إحنا بنحكي على البوستر تبع الجسم أو وضعية الجسم، ما بيكونوا عارفين حالهم وين وضعية الجسم تبعهم، كيف وضعية الجسم تبعهم، إيش اللي عم بيصير، يعني إيش اللي عم بيصير عندهم، كيف إنه واقفين. فلما بيكون قاعد على الكرسي، لما بيكون قاعد على الكرسي بيكون مش عارف حاله كيف قاعد مظبوط. في حدا عم بيحكي ان السلايدات ما عم تتحرك، مش عارف السلايدات واضحه عند الجميع، الشرائح واضحه وعم تتحرك دكتور رفيف؟ دكتورة مو قاعدة تتحرك الشرايح، الله يعافيك. خلينا أعمل stop sharing وأرجع أعملها sharing مرة أخرى. هيك عم تتحرك عندكم الشرايح عزيزتي؟ ممتاز، يعطيك العافية. تمام، شكرا لك. تمام، إذا رجعت وقفت أيام بيكون في ضغط كتير على الإنترنت، خبروني بنرجع بنعمل شير مرة أخرى. تمام، إحنا لأ بنحكي عن النوع الثاني، حكينا عن أول نوع اللي هو عن فرط الحساسية، ضعف بالحساسية أو عن الشغف الحسي. بعدين هلأ عم نحكي عن الاضطراب الحركي المبني على أساس حسي. كيف يعني أول نوع منه اللي هو له علاقة بالاتزان والبروبريسبشن وشعوري أنا بوضعية جسمي. بنلاقي هدول الأولاد لما يجوا يقعدوا على الكرسي ما بيعرفوا يقعدوا، بطلهم مسحسدين حالهم هيك مسحلين في الكرسي. لما يجوا يوقفوا دائما منحني ظهرهم، ما عندهم، بتحسي في بنية في جسمهم، جسمهم مش مشدود، جسمهم مرخي، ما بيقدروا يتحكموا، صعب عليهم مثلا يوقفوا على رجل واحدة، يتوازنوا في الألعاب المختلفة. طبعا احنا نطلع على الأولاد لما بيلعبوا جزء كبير من لعبهم له علاقة بكيف إنه يحافظوا على وضعية جسمهم. تيجي تحكي له أقعد على الأرض ويعني تربع حط رجلك في وضعية التربيع، ما بعرفش كيف يحطها، لأنه هو مو فاهم وضعية جسمه. حط إيديك إلى الأمام إلى الخلف، برضه هو مو فاهم لأنه هو مو عارف يفهم على جسمه كيف هو موجود بالبيئة المحيطة فيه. النوع الثاني له علاقة بالتخطيط الحركي. هلا احنا كل المهارات نتعلمها الأصعب، يعني نحكي احنا مثلا المشي، الركض، ممكن شوي القفز الأساسي، يعني هي مهارات يمكن بتعلمها الطفل مع الوقت. وفي أولاد مع أنه عندهم اضطرابات حسية ما بيكون عندهم مشاكل بهاي المهارات الأساسية زي ما نحكي. لكن لو نيجي على مهارة مثل قديش أنا أحط إيدي حسب حجم الطابة
اللي بده الكرة اللي بدها تجيني، كيف أنا أكور إيدي أو أعمل هيك أو أعمل هيك، كيف أنا أركب على دراجة، تمام، كيف أركبها، كيف أوازن حالي على الدراجة. طبعاً كثير مثلاً من ألعاب الأطفال تكون عبارة عن مسار يعني فيه معيقات مختلفة، مثلاً لازم يركضوا بين عجال، بعدين يركضوا على مثلاً زي سلم، بعدين مثلاً يقفزوا فوق شيء ثاني، فهو ما بيكون عارف كيف أنا بدي أخطط هاي الحركة عشان أعملها. في الحالات الصعبة جداً بتلاقي الولد ما بيعرف كيف يركب على المرجحة على الأرجوحة، ما بيعرف كيف يطلع على السحسالة. وبحب أنوه هون أهم إشي، إنه وين بتبين هاي الاضطراب؟ بيبين اللي هو الاضطراب الحركي، التخطيط الحركي، أو ما يعرف بالموتور بلانينج، أو ما يعرف بالبراكسس، بيبين في التجارب الجديدة، ما بيبين في الأماكن الطفل معتاد إلها وتدرب أكثر من مرة. فأنا لما بيكون عند الطفل أول مرة بوديه على حديقة هو عمره مش رايح عليها قبل هيك، ولا عمره شايفها، ولا بيعرف ألعابها، بتلاقي هدول الأولاد بركضوا حوالين الألعاب بدل ما يلعبوا في الألعاب نفسها، لأنه مش عارف كيف يركب على اللعبة أو مش عارف كيف أنه يطلع عليها. فدائماً بيبين في المواقف الجديدة يعني، أو مثلاً إذا أنا عندي طفلة بتركب بسكليتها المتعودة عليها الدراجة تبعتها، ودائماً بتركبها مثلاً بتحط رجلها اليمين أول، مجرد ما أقلبلها في حالات الأصعب شوي أقلبلها الدراجة وهي دراجتها، لكن هي متعودة تطلع باليمين، ما بتعود تعرف تطلع بالشمال، لأنه بدها تخطيط حركي مختلف، كيف أنك إذا تطلع برجلك الشمال بدل رجلك اليمين. فالتخطيط الحركي، وإحنا حياتنا كل يوم بنواجه كيف بطلع أنا على السيارة، كيف بقوم من المقعد في الصف وبطلع على اللوح وبكتب على اللوح، وحتى هذا بيكون تأثيره على حركات الدقيقة وعلى مهارات القص واللصق والكتابة، لأنه كلها فيها تخطيط حركي. والبراكسس بالذات في منه أورال براكسس يعني في منطقة الفم، وما يتعلق في حتى الكلام، أكيد زملائنا أخصائي النطق والسمع واللغة هن أدرى ناس بهذا الموضوع، لأنه الكلام هو عبارة عن تخطيط حركي أيضا. فمنلاقي بعض الأولاد عندهم صعوبة في نطق بعض الأحرف أو تركيب بعض الكلمات، أو بلخبطوا في أماكن بدل ما يحكي سلطة بيحكي سطلة، بدل ما يحكي سمكة بيحكي سكمة، بقلب، لأنه في تخطيطه الحركي حتى في الحديث بيكون غير صحيح. آخر نوع من أنواع الاضطرابات الحسية اللي هي بسموها اضطرابات التمييز الحسي، أو هي discrimination disorder، اللي هي أميز بين الأشياء، وهاي بتصير على كل الحواس المختلفة. يعني الأشخاص اللي عندهم مشاكل أو الأولاد اللي عندهم مشاكل في الاضطراب الحسي بصرياً، رقم 2 و6 بلخبطوا فيهم، لأن هنا تقريباً نفس الشيء، بس واحد على اليمين واحد على الشمال. تلاقيهم بالإنجليزي بلخبطوا بين البي والبي، بلخبطوا بين البي small بي مع الدي، لأنهم عكس بعض، هم زي كأنهم صورة المراية زي 2 و6. الباء والتاء والثاء بلخبط، وين بدي أحط أنا النقطة فوق النقطة تحت، عدد النقاط وين موقعها بالضبط، بلخبطوا داخل خارج يمين يسار، كلها لأنها بتحليل النظري تبعهم ما بيكون عند معالجتهم الحسية البصرية صحيحة. بنلاقيهم بسمعيا بلخبطوا بين الأحرف التي هي قريبة في المخرج زي الطا والتا والدال. الطا والتا والدال هن لهم نفس، لو طلعنا كلهم إت إت إت، كلهم بطلعوا من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، كلهم بيطلعوا من نفس المكان، في لهم صفات بتميزهم عن بعض، فبلاقيهم الأصوات القريبة من بعض هن ما بيميزوها حسياً. يعني زي ما قلنا على هاي الحاسة اللي هي متطورة جداً في حاسة اللمس، لما أنا بحط إيدي في الحقيبة تبعتي بطول، زي ما بطول جزداني من غير ما أطلع أو مفاتيحي، زي ما الطفل بيفتح مقلمته في المدرسة من غير ما يطلع بيطلع الممحاء أو بيطلع المبرة بناء على اللمس، زي ما إحنا شايفين هون بالشريحة قدامنا هذا الاختبار اللي هنعمل للأطفال، إنه بحط إيدهم جوا بوكس جوا صندوق بيكون فيه أشياء مألوفة للطفل وبحاجة إنه يتعرف عليها من غير النظر. فبنلاقي الأولاد صح ما عندنا مشكلة في اللمس، لكن في عندهم مشكلة في التعرف عن الأشياء عن طريق اللمس، لأنه بيكون في عندهم مشكلة بالتمييز الحسي في اللمس. الأولاد اللي عندهم مشاكل في التمييز الحسي في التذوق، يا إنهم ما بيذوقوا يعني ما بيميزوا النكهات المختلفة، بالنسبة لهم الأكل كله نفس الشيء نفس الطعم، وهذا بيعمل يا إنه الطفل ما بده يأكل بالمرة، وبالتالي الطفل عم بيصير في عنده صحته ما عم بتكون جيدة لأنه ما عم بياخذ الغذاء المتوازن الكافي، أو الطفل بياكل كتير لأنه هو بكل بساطة ما عم بدوق مش قادر يدوق.
فمنلاقي يا هيك يا هيك، لأنه الطفل ما عم بقدر يميز الأطعمة المختلفة أو يعني المذاق تبع الأطعمة المختلفة بالتذوق. طبعا هذا منطبق على جميع الإحساسات اللي احنا حكينا، الحواس اللي حكينا عنها كلها ممكن يصير فيها أي نوع من أنواع اضطرابات التمييز الحسي. كيف شكل الطفل اللي عنده مشاكل في الاضطرابات الحسية؟ طبعا كل اللي حكينا عنهم قبل، ممكن يجي مجتمعين، ممكن يجي متفرقين، ممكن اضطرابات التعديل الحسي تيجي مع، لما يكون في عندنا اضطراب بالعادة في التعديل الحسي اللي حكينا عنها أول إشي اللي هي الفرط وضعف الحساسية، معناته أنا ما عم بستقبل صح إحساسات، معناته أنا ما عم بعطي دماغي صح، فممكن كثير كمان يصير عندي مشاكل في التمييز الحسي ومشاكل في الأداء الحركي المبني على الحس. فهدول الأولاد اللي بيكونوا عندهم مشاكل في إنهم ما بيحبوا حدا يلمس شعرهم، كثير بغلبوا الأهل لما بيروحوا بقصوا شعرهم، لما بيقلموا أظافرهم، بنزعجوا من الأصوات، بيلاقوا عندهم مشكلة في التركيز، ممكن ما يحبوا حدا يدغدغهم أو يحضنهم أو بدهم دغدغة وحضن كتير زيادة، ما بتقبل الأكل بشكل جيد. هدول الأولاد ممكن يمشوا على أطراف أصابعهم، ممكن إنهم هن كمان يكون عندهم ضعف في الحركات الكبيرة والدقيقة أيضا، وما يتضمن ذلك من المهارات اللي إحنا بحاجة إليها في المدرسة مثل الكتابة، القص واللصق، المهارات اللي بيستخدموها في حصص الفن وحصص التربية المهنية. فكلها هاي بتلاقي حتى عنده مثلا ما بيحب حصة الرياضة لأنه هو مو قادر إنه هو مثلا يلعب كرة القدم زي باقي الأولاد، أو يعمل الحركات المتناسقة في كرة السلة، أو لما نقول لعبهم فتح ضم يفتحوا رجليهم يغلقوهم ويتناسق ذلك مع حركة الإيدين، بتلاقي الطفل نفس الشيء ما عم بيعمل هذا التناسق. ومن هنا نأتي للمعالجة الحسية مهمة، وليه هي مهمة في النمو الطبيعي وتطور الطبيعي للأولاد. احنا لما كنا زي ما احنا جسمنا بيحتاج الى غذاء، بيحتاج الطفل الرضيع بياخذ حليب وبعدين ندفيه بالغذاء اللي حسب ما يناسب عمره، الغذاء للعقل هو جزء منه هي المثيرات الحسيه اللي بياخذها من البيئه المحيطه الموجوده حواليه. كل الاولاد احنا بنعرف ومتفقين انه عدد الخلايا كعدد خلايا عصبيه في الدماغ لا يتغير، تمام؟ الخليه التي لا تموت ما بترجع في خليه محلها. طب شو اللي بيختلف بين الأطفال الرضع وكيف هن بيكبروا؟ هي العلاقات اللي بتصير بين هاي الخلايا العصبية نتيجة تغذيتها بمثيرات حسية مختلفة ومعالجة هاي المثيرات والاستجابة لها. يعني لما أنا الخلايا العصبية بصير فيها إثارة مختلفة من مثيرات حسية مختلفة، تتشعب الجذيرات العصبية بيناتها، تتوطد، بتصير أقوى، بتصير في عنا علاقات أقوى بين هاي الخلايا العصبية، وهاي العلاقات الأقوى اللي بتخلي تبني أساس لإشي أصعب. يعني أسهلكم ياها بمثال ممكن يكون مش كتير دقيق لكنه ممكن يساعدنا على الفهم. هل في طفل بيركض قبل ما يمشي أو طفل بيمشي قبل ما يوقف؟ لا. ليه؟ الطفل بيجرب يوقف، لما بيوقف بصير في عنا هذا النمو في الدماغ بأنه في خلايا عصبية بتقوى علاقتها بين بعض بتعلم الوقوف. لما بتقوى هاي العلاقات هي بتعطينا الأساس لحتى الطفل يقدر أشماله يمشي. لما بيمشي وبيمشي وبيمشي بتقوى عندي الخلايا العصبية، بتقوى العلاقات بيناتها، بتقوى المثيرات العصبية والسيلان العصبي بينها، بخلي عنده مجال لإشي أعقد وأكبر اللي هو الركض. وكذلك ينطبق على كل المهارات اللي بيتعلمها الأطفال. ما في طفل بتعلم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أول مرة، هو بكتب الباء، بتعلم السين، بتعلم الميم، بتعلم الربط بيناتهم. يتعلم هاي الأشياء البسيطة هي بتعمل له الأساس حتى أنه يتعلم الأشياء الأعقد. كل ما الطفل عمل استجابة تكيفية، إيش يعني استجابة تكيفية؟ يعني أخذ مثيرات حسية مختلفة، عالجها بطريقة صحيحة، عمل استجابة صحيحة، كل ما هذا الاستجابة التكيفية بتعطي أساس وبتعطي دعم لاستجابة تكيفية أصعب منها.
تمام؟ فإحنا بنبني هذا الطفل بيبني هاي المهارات فوق بعضها، وهذا بيرجع إنه إحنا الدماغ تبعنا سبحان الله، سبحان ربنا الخالق العظيم، إنه هو مش رجت، يعني مش زي ما هو بيضل، ومش قاسي، هو يعني فيه بيسموها ما تعرف بلدونة الدماغ اللي هي البرين بلاستيسيتي، إن الدماغ في تغير دائم، الدماغ يستجيب لإيش إحنا بنعمل، أو الدماغ يستجيب لإيش الأشياء اللي هو بيسمعها وبيشوفها وبيحسها وبيلمسها، وبالتالي بيصير في تغييرات، كأنه هو الدماغ كعضلة، أو أنا بحب أشبهه أكثر زي المعجونة، بضل يتشكل طول ما أنا بغذيه، طول ما أنا بعطيه، طول ما أنا بعرضه لتجارب مختلفة، طول ما هذا الدماغ أشماله بيكبر، طول ما أنا بصير في عندي استجابات تكيفية أكثر، طول ما عندي إحنا ما عم نحكي يكبر حجماً، صح الدماغ بيكبر حجماً إلى نوعاً ما إلى حد معين، لكن إحنا اللي بيهمنا أكثر من الحجم بيهمنا الترابطات اللي بتصير بين الخلايا العصبية المختلفة. الحرمان الحسي إن الطفل ما يتعرض لمثيرات حسية بشكل مناسب ممكن يأثر على التطور الطبيعي. هلأ إحنا هذا وين بنشوفه؟ بنشوفه في الحالات الشديدة جدا. إذا عمركم سمعتوا عن ما يعرف بالفيرال تشيلدرن أو الأطفال الوحشيين، اللي هن الأطفال اللي كبروا من غير أي ما يصير بينهم أي اتصال مع بشر مختلفين، وممكن أنه تمت تربيتهم من قبل الحيوانات. ممكن أنك تبحثوا في الإنترنت رح تلاقوا كتير في يعني عن هدول الأطفال. آخرهم في طفلة اسمها أوكسانا في أوكرانيا، اللي كانت في الثمانينات تم يعني هي تم رعايتها من قبل كلب، يعني أهلها تركوها مع كلاب المنزل، ويعني قصتها جدا مثيرة للاهتمام، كيف إن لملوها في 7 سنين كانت ما بتحكي غير نعم ولا، كان ما في عندها تطور لغوي، كانت بتمشي على 4 زي ما هي شايفة الكلاب، بتشمشم الأكل زي ما الكلاب بسووا، بتشرب بنفس الطريقة، لأنه ما هي تعرضت لأي مثيرات حسية بطريقة صحيحة اللي هي مناسبة لإلها كإنسان. حتى لما جابوها وأعطوها علاج مكثف قدر أكتر إشي يوصل عمرها 5 سنين، وما قدر إنها تتطور أكتر من هيك، لأن لدون الدماغ اللي حكينا عنها بتكون في أوجها في المراحل الطفولة الأولية، وهذا اللي بيستوجب إنه إحنا منحب نعرض أولادنا منذ الطفولة المبكرة، نحطهم على الأرض، نحطهم على بطنهم، نحط حواليهم ألعاب، نحكي معهم، ندغدغهم، نرفعهم بالهواء، نلاعبهم، هاي كلها مثيرات حسية بتعرض لها الطفل. وأنا هون بس قبل ما أمشي لقدام بدي أركز، هي مو شرط يكون في ألعاب غالية، مو شرط إني أنا أخذ الطفل وأشتري الألعاب غالية أو أخذه دائما على أماكن الألعاب، فقط هي اللعب اللي مع الطفل، اللي هي تفاعل مع الطفل المستمر، سواء بالتحدث مع الطفل، سواء باللعب معه، سواء باللعب الطبيعي بين الأب والأم والإخوة والطفل اللي موجود، كل هاي بتكون مثيرات حسية بتساهم على أنه الطفل ينمو نمو يكون نموه طبيعي، وتساعده على أنه يبني مهارات مختلفة. ما علاقة اضطراب المعالجة الحسية مع اضطراب طيف التوحد؟ هلأ قبل عام 2013 هلأ إحنا في ما يعرف بالدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، اللي هو تقريباً يعني إحدى أهم المراجع العالمية في تشخيص الأمراض النفسية، ويدرج بهذا الدليل التشخيصي الأمراض النمائية، نحكي زي التوحد، زي فرط الحركة وتشتت الانتباه، اللي هي لما الأطباء بدهم يشخصوا هاي الأمراض بتطلعوا على مجموعة من الكريتيريا اللي بتحكي لنا إيش بنطبق على الولد من هاي النقاط نقدر أنا أشخصه بالمرض المعين. قبل 2013 لم يكن هناك ذكر للاضطرابات المعالجة الحسية في تشخيص طيف التوحد، كانت قبل تذكر مع الأعراض الجانبية أو الأعراض يعني المساندة أو الأعراض الملازمة، يعني أو مش ملازمة حتى إنه الأعراض اللي ممكن أن تأتي مع أطفال التوحد. في 2013 صار عندنا نقلة إحنا نعتبرها أخصائي العلاج الوظيفي، يعني نقول أخيرا ردوا وأخيرا سمعونا، إنه صارت الاضطرابات التعديل الحسي هي جزء من تشخيص
طيف التوحد. فبنلاقي بالكريتيريا بي زي ما انتم شايفين قدامكم اللي هي الكريتيريا الثانيه اللي هي تشخيص مرض التوحد، بنلاقي انه في عنا بيحكوا عن اللي هو انه الطفل بيستجيب بشكل شديد فرط حساسيه او ضعف حساسيه للمثيرات الحسيه اللي موجوده في بيته. الابحاث بينت واخرهم حتى في 2019 احدى الدراسات اللي عملنا التجميع للدراسات اللي كثيرة بتحكي عن اضطرابات المعالجة الحسية مع اضطراب طيف التوحد، لقوا انه من 42% ل 95% من اولادنا اللي عندهم اضطراب طيف توحد في عندهم كمان اعراض اضطرابات معالجة حسية. وبالتالي عشان هيك هذا اللي دفش وهذا اللي دفع انه يكون ذكرها موجود في الدليل التشخيصي والاحصائي. بالنسبة لنا كمعالجين هذا إشي كتير منيح، لأنه صار هذا الإشي هلأ معروف، وبالتالي من حق كل طفل عنده اضطراب طيف توحد إنه هو ياخذ تشخيص تقييم. هلأ يعني لأنه إحنا قلنا 42 ل 95 معناته مش كل طفل عنده توحد ممكن يكون عنده اضطراب طيف توحد، وهذا نسبة مع فكرة مش كتير كبيرة، لكن لازم إني أنا أقيم عشان أتأكد إني أنا هذا الطفل ما عنده اضطراب في المعالجة الحسية. لأنه العلاج لما بيكون الطفل اللي عنده توحد عنده اضطراب معالجة حسية، العلاج اللي إحنا نقوم فيه مع هذا الطفل رح يكون جداً مختلف لو تبين إنه عنده اضطراب معالجة حسية أو ما عنده. بالإضافة إيش نوعه؟ إحنا قلنا كمان لما يكون في عندي أنا اضطراب في تعديل الحسي بكيف أنا بفهم الإحساس، هذا ممكن يعمل عندي كل الاضطرابات الثانية، لأني أنا دماغي الطفل التوحد دماغه من أولها ما عم بستجيب بشكل صحيح لهاي الاضطرابات الحسية. وبالتالي غير متناسب مع أو ممكن كمان يصير فيه عنده اضطرابات التمييز الحسي مختلفة. فمن هنا احنا بنأكد كل طفل في عنده كل طفل يشخص علاج من الطفل المختصين اللي بيكونوا بعد دراستهم الجامعية شو نعمل؟ ما هي كيف يعني كيف بيتم التقييم والعلاج؟ رح نحكي عن نبذة بسيطة عن التقييم وعن علاج اضطرابات المعالجة الحسية. التقييم فيه له مراحل. أهم أول إشي أبلش فيه دائماً إني لازم أحكي مع الأهل ومقدمي الرعاية. الأهل اللي هن دائماً موجودين مع الطفل، مقدمي الرعاية، معلمات، مساعدات، أي حدا على علاقة قريبة مع الطفل بشوفه بشكل دائم. لأنه الطفل لما بيجي عندي أنا على جلسة مدتها ساعة يمكن ما أشوف كتير أشياء، يمكن ما أشوف اضطرابات التعديل الحسي. الأم والأب، الإخوة الكبار إذا موجود إخوة كبار، المساعدات، المعلمات، المساعدات المعلمات اللي هن موجودين بشكل دائم أو شبه دائم مع الطفل، هن اللي رح يعطونا أكثر فهم وأكثر نظرة صحيحة حتى للأشياء اللي بيعاني منها الطفل أو بتواجه الطفل في حياته اليومية. هلا هاي المقابلة مع الأهل ممكن تكون مقابلة أولية فيها مجموعة من الأسئلة نسألها، نسأل عن مثلا روتين الطفل اليومي، نسأل على أكله، نسأل على مهاراته في الحياة اليومية. كثير بتعتمد على عمر الطفل، يعني لما أنا عم بقيم طفل عمره 6 سنين غير عن بقيم طفل عمره 2، لأنه اللي بتوقعه من طفل عمره 6 سنين جدا مختلف عن اللي بتوقعه من عمر الطفل 2. كمان بالمقابل الأولي الأهل ممكن نستخدم الاستبانات المقننة مثل منها السنسير بروفايل أو السنسير بروسيسينج ميجر اللي ما شاء الله عندهم أهل السعودية قاموا بترجمته للغة العربية وتقنينه للبيئة السعودية. هدول كمان بيساعدوا الأهل لأنه أيام الأسئلة اللي احنا نحكيها في المقابل الأولية يمكن أنا كمعالجة ما أنتبه لجانب معين،
أو الأهل ما يفكروا فيها بطريقة معينة. فهاي الاستبانات المقننة اللي هي مبنية على نظريات المعالجة الحسية بتكون شاملة، يعني مثلاً تكون فيها أسئلة للطفل، مثلاً مقارنة بأقرانه، هل مثلاً الطفل عنده مشكلة بتذوق الأشياء المختلفة، أوكي؟ أو مثلاً قديش الطفل لا يتذوق أشياء مختلفة، قليل مثلاً، كثيراً، نادراً، فبيكون في عنا الأم بتعبي قديش الطفل مثلاً إذا بزعجه تغييره في الروتين اليومي، قديش الطفل مثلاً ما بيحب الأضواء الساطعة أو ما بيحب الأصوات العالية، فبيكون برضو بتدرج من كثيراً إلى نادراً. فهي أسئلة بتقود الأهل تسأل بشكل مباشر بجمل جدا بسيطة، بجمل جدا واقعية، يعني تمس الحياة اليومية، تسألهم عن طفلهم والأهالي بجاوبوا عليها، وبتم بعدين تصحيح هاي الاستبانات وتعطينا يعني خلينا نحكي بتحطنا على الخط أول إشي، كيف إيش الطفل إيش المشاكل ممكن يكون بواجهها. بعد ما أنا أشوف الأهل وأخذ منهم المعلومات اللي أنا بدي إياها، لازم أنتقل للملاحظة المباشرة. وهون الملاحظة المباشرة ممكن تكون ملاحظة حرة، أروح إذا أنا مثلاً بشتغل في مدرسة كمعالجة، أروح أشوفه مثلاً بالفسحة، أروح أشوفه مثلاً بغرفة الطعام، أشوفه بالصف، أشوفه في حصة الرياضة، أشوفه في حصة الفن، أشوفه في الحصة العادية كيف بتصرف. أو الملاحظة المنظمة، واللي هي أنا بكون في عندي مجموعة من الملاحظات أو بهيئ البيئة لمجموعة معينة من الملاحظات بدي إياها. يعني زي ما أنتوا شايفين قدامكم، ممكن أطلب من الطفل إنه يضم حاله مثل الكرة، ممكن أطلب على الطفل يقعد يعني يستلقي على بطنه ويعمل حاله مثل الطائرة. في مجموعة من الملاحظات المنظمة اللي الأبحاث وجدت إنه ممكن كمان تعطينا يعني نظرة جدا ممتازة عن اضطرابات طيف التوحد، عفوا عن اضطرابات المعالجة الحسية، وبيعرفوها المعالجين. وبعد الملاحظة الحرة بيجي الطفل عنا على الجلسة ونقوم ببعض هاي الملاحظات وندرسها وندرس كيف طريقة الطفل كيف هو بيسويها. بالآخر ممكن نلجأ للتقييم المقنن. يعني في عنا جزء من التقييمات اللي هي موجودة، يعني لازم يكون في تدريب عليها. مثلاً أشهرها ما يعرف بالسنسر إنتجريشن أند براكسس تيست، واللي هو عبارة عن يعني تقييم شامل بيركز كتير. أتذكر لما حكينا الاضطراب الحركي المبني على أساس حسي، اللي هي التحليل الحركي والتخطيط الحركي، بيركز على التخطيط الحركي، بيركز على أشياء لها علاقة باللمس كذلك، بيركز على أشياء لها علاقة بالتحليل البصري كمان. هذا زي هيك التقييم يعطينا كمان كتير انطباع جيد عن نوع الاضطرابات المعالجة الحسية. هلأ مشكلة هذا التقييم إنه بده تدريب يعني مكثف، بده حدا مختص يسويه، بده طريقة معينة فيه إنه كيف يصحح هذا التقييم، لكنه بيعطي نوعا ما يعني نتائج بتساعدنا على يعني كيف نشتغل مع الطفل. العلاج يمكن لازم أحكي عن اللي قبل، من يقوم بالعلاج قبل ما ننتقل على العلاج، من هم المرخصون حتى أنهم يقوموا في علاج التكامل الحسي؟ هن المرخصون من المعالجين الوظيفيين، معالجين النطق واللغة أو النطق واللغة والسمع، والمعالجين الفيزيائيون أو العلاج الطبيعي. هدول هن الأشخاص اللي بالعادة بعد ما يخلصوا مرحلة البكالوريوس، يعني يكونوا مختصين أو الماجستير، بياخذوا تدريب خاص في العلاج الحسي. يعني هو بده زياده تعلم اكثر ابعد شوي من مرحله الجامعه او البكالوريوس، لانه في له خصوصيه. ليه هدول المعالجين فقط؟ لانه لازم يكون في عندك خلفيه جيده طبيه بالجهاز العصبي وبكيفيه التعامل الجهاز العصبي مع المثيرات الحسيه المختلفه، حتى انك انت تقدر تساعد وتقدر تعالج بالتكامل الحسي او المعالجه الحسيه. غرفة المعالجة الحسية لن أطيل عليكم، هي هيك شكلها. لازم تكون غرفة كبيرة نوعا ما، يعني فيها مساحة، لازم يكون فيها ما يعرف إحنا نحكيها بالsuspended equipment، يعني الأدوات المعلقة مثل المراجيح المختلفة بأشكالها المختلفة، فيها ألعاب آمنة بتثير الحماس عند الطفل، لأنه لازم 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 يكون الطفل متفاعل في الجلسة. ما بنفع إنه الطفل يكون متلقي، يعني ما بنفع إني أنا أعمل إشي للطفل
لأنه الدماغ، فكر حكينا عن لدونة الدماغ، عن البلاستيسيتي تبعت الدماغ، هاي ما بتصير غير لما الطفل هو يتحرك من نفسه. يعني إذا أنا بضلني أحرك له إيده هيك ما رح يصير في تغيير فوق، ما بصير، لازم هو يغير الطفل، لازم يجي الدافع من جوه الطفل للحركة عشان يصير في عندي تغيير. فهدف العلاج إني أنا أعطي الطفل فرص من المثيرات الحسية المختلفة بقدر معين وبطريقة معينة بتستثير عنده استجابة تكيفية معينة نبني عليها استجابات تكيفية أكثر تعقيدا. فهو اللي بشوف العلاج الحسي بحس أنه هو جدا ممتع، بقول إيش عم بيعملوا، بس عم بيلعب مع الأولاد فعليا، هو بس عم بيلعب مع الأولاد، بيكون بتبعها طبعا وظائف معينة، مثلا الطفل عم نشتغل معاه على الكتابة نعمل شوية أشياء بنشتغل معاه على الكتابة، الطفل عم نشتغل معاه على مثلا مهارات انه يزر القميص او اللبس برضه بتبعها، لكن بشكل عام هي فيها الكثير من الحركه، فيها الكثير من الانشطه، وفيها كثير من اني انا بستثير شغف الطفل في انه يتحرك وانه يستجيب للمثيرات الحسيه المختلفه اللي بعطيها. بالاضافه لهذا العلاج ممكن يكون في عندنا ما يعرف بالحميه الحسيه او السنسري دايتس، واللي هي المجموعه من الانشطه اللي انا بعطيها للاهل بتساعد الطفل خلال النهار. يعني انا ممكن الطفل اللي هو عنده شغف حسي للحركه ممكن اقول لوالدته قبل ما نعمل الواجب البيتي خليه ينط مثلا 5 دقائق، او خليه يركض في ساحه البيت، او خليه يحمل شيء ثقيل يساعدك مثلا بدفش طاوله او في تغيير مكان طاوله او المقعد في غرفه القعده. فهاي بتكون بالاتفاق بينه وبين الاهل على اشياء بتناسب روتينهم اليومي، لان احنا ما بدنا نثقل على الاهل، كمان نعطيهم اشياء بتناسب روتينهم اليومي. أولاد الأكبر شوي نعملهم أنشطة هن بيصيروا يتعرفوا، هن بيصيروا يتعرفوا إيش النشاط اللي ممكن يساعدني أركز أكثر، إيش النشاط اللي ممكن يساعدني قادر أحل واجبي، وبيصيروا هن يعملوا هاي الأنشطة قبل، أو إيش النشاط اللي بيساعدني أهدأ عشان أفوت أنام، فبيصيروا يعملوا هاي الأشياء الأطفال لحالهم. كمان التعديلات البيئية بتساعد، مثلا في أطفال ممكن يستفيدوا إنهم يقعدوا على هاي الطابة الرياضية بدل من انهم يقعدوا على الكرسي العادي. فهي تعديلات بيئيه، الاضاءه في الصف، احط له انا سماعات ممكن لما يصير كثير ضجه وهو بده يحل امتحان الرياضيات او بده يحل الواجب يحط هاي السماعات، لون الاضاءه مثلا لما بده ينام بده اضاءه خافته بده اضاءه بلون معين. فهي تعديلات بيئيه كمان بتساعد الاطفال. ما لا يعتبر اصيلا في علاج الاضطرابات الحسيه اللي هي ما تعرف بالسنوزلين رومز، اللي هي زي ما انتم شايفين قدامكم اللي هي الغرف اللي فيها الوان واضاءات. هلا هاي ممكن الطفل ممكن يحس غرفته انها تكون مريحه له، ممكن انها تكون مكان للراحه، لكنها زي اللي شايفينها كمان الصوره الثانيه اللي هي ما يعرف بالبرشينج او يعني استخدام الفرشاه، لان الطفل هون احنا حكينا ركزنا ان الطفل بده يكون متفاعل، هون الطفل متلقي فقط. لما يكون الطفل متلقي فقط لن يحدث هناك تغييرات في الدماغ اللي هتكون مستدامة وإلها أثر، يعني أثر طويل على الطفل. ممكن نلاقي إلها فائدة لحظية أو قصيرة المدى، لكن على طويلة المدى ما رح نلاقي إلها، لم يثبت الأبحاث إلها أي فائدة. أخيراً زي ما قلنا المرخصون من المعالجين الوظيفيين النطق واللغة والسمع والمعالجين الطبيعي العلاج الطبيعي أو المعالجين الفيزيائيون، هن هدول بيكونوا مقدمي العلاج. العلاج بده وقت، بدنا نفس طويل بالعادة، يعني الأبحاث قالت عشان أنا أشوف اختلاف على الطفل بدي على الأقل 2 لـ3 جلسات في الأسبوع، 30 لـ60 دقيقة الجلسة الواحدة على مدى 6 أشهر حتى أشوف الفرق. ما تنسى إنه هذا دماغ، إحنا بدنا نبني من الأصل، كان في أشياء راحت على الطفل فبنا نبني من الأصل عشان نقدر نساعده أنه يبني أشياء أصعب. كل ما كان العمر، في ناس قلنا عن العمر أنا ابني عمره 15 عمري 14، على فكرة هذا الاضطراب الحسي ممكن مع الوقت شوي يتحسن لكنه بيكبر مع الطفل، لكن ممكن يصير له أو هو يصير أوعى له لكنه ما بيروح. كل ما قيمنا قبل يعني وبدأنا العلاج مبكراً كل ما كانت الاستفادة أحسن. فالعمر الذهبي اللي هو من الطفولة الباكرة لحد 8 لـ10 سنين، بعدين بصير شوي أصعب، لأنه حتى لاحظوا طبيعة العلاج باللعب وبالأشياء المعلقة بتصير أصعب لما يصير حجم الطفل أكبر. لكن هذا لا يعني أنه
ما نحن ما نقدر نعمل إشي، لا ممكن نرجع للتعديلات البيئية، ممكن نرجع للحميات الحمية الحسية، يعني ما نفقد الأمل إحنا دائما، لكن بنحكي كل ما كان أبكر كل ما كان الاستفادة وسرعة الاستفادة اللي بنشوفها على الطفل بتكون أكثر. وشكرا لكم، إن شاء الله تكون هاي هي نبذة جيدة، يعني إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا وأعطتكم نبذة عن اضطرابات المعالجة الحسية، وأنا مستعدة لأنه أسمع أسئلتكم. دكتور رفيف، أنا مش عارفة أوصل على الشات حتى إني أشوف الأسئلة. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا، الله يسعدك. شكرا دكتورة على المحاضرة الجميلة والثرية. في بصندوق المحادثة إذا حابة دكتورة تختارين الأسئلة عشان تجاوبين عليها. أنا مش مشكلتي مش عارفة ليه ما عم بطلع من الشير للسكرين، ومش قادرة إني أشوف ال مش عارفة إيش المشكلة. جرب يسوي ستوب شيرينج دكتورة. خليني أكبس على ستوب شيرينج لسبب معين. خليني أحاول هون، مش عارفة ليش مش عارفة إذا ممكن أني أنا شكلي رح أضطر أخذ، مش عارفة ليش علق الجهاز عندي. تقدر تقرأ لي رفيف أي سؤال أنت شايفتيه؟ أبشري. طيب طيب في هنا أخ يحيى يسأل، ولدي عمره 13 ما يأكل أي شيء خصوصا اللحوم بأنواعها، فهل هذه مشكلة حسية وكيف نتخطى هذه المشكلة؟ هلأ الـ ما بيأكل بس اللحوم ما بيأكلها ولا ما بيأكل، يعني بدنا نطلع على شغلتين، بدنا نطلع هل هو ما بيأكل لحوم إطلاقا يعني بس اللحوم اللي ما بيأكلها، ولا هو ما بيأكل إلا يعني إشي معين أو إشي قليل جدا من يعني من أنواع الطعام المختلفة. فلازم إحنا نتطلع على إيش الأشياء اللي هو بيأكلها، وإيش الأشياء اللي هو إيش الأشياء اللي هو بيأكلها، وإيش الأشياء اللي ما بيأكلها، ولازم كمان نقيم ذلك في ضوء صحته بشكل عام. عرفتي علي؟ يعني ما بنفع بس نقول هو إيش يعني ما بيأكل فقط لحوم، لازم أعرف ليه هو ما بيأكل لحوم. هل ما بيحب الملمس تبعها؟ هل ما بيحب الـ ممكن طريقة طبخها تفرق؟ هل عنده مشكلة في رائحتها؟ في أولاد عنده مشكلة في الرائحة. فأنا يعني بتخيل إنه هو لازم إنه هو يعني شوف الطبيب، الأطفال تبعه المسؤول اللي عنده، ويطلع على هذا الموضوع بطريقة يعني حتى إحنا نشوف، يعني لازم نعرف سبب المشكلة. ما بقدر أحكي إنها سببها حسية فقط لأنه ما بيأكل فقط نوع معين من اللحوم. يعطيك العافية دكتورة. طيب في سؤال ثاني، كيف ممكن أفرق بين شخص أو طفل عنده شغف وعم يبحث، وطفل عنده فرط شديد في الحاسة، وتحديدا في الحاسة العضلية الخاصة بالحركات الكبرى والنط والجري؟ سؤال جدا جميل. كيف بعرف انه هو بس هذا اشي عادي، هذا طفل هذا بعمره هيك عم يتصرف، ولا هذا اشي زيادة؟ هذا بجاوبنا على شغلتين. انا دائما بقارنه باقرانه اللي موجودين حواليه، والسؤال اللي دائما بسأله للام او بسأله لمقدمي الرعاية، قديش هذا الحكي مأثر على التطور الطبيعي لنمو الطفل؟ يعني اذا هذا الشغف الحسي الموجود عنده ما عم بيأثر على التطور الطبيعي، ما عم بيأثر على كيف هو بالمدرسة، عم بي يعني تحصيله الأكاديمي، تصرفاته في المدرسة، قدرته على بناء الأصدقاء والصداقات، قدرته على العلاقات الاجتماعية،
لغته، إذا ما عم بيأثر على إشي بتكون في طبيعة شخصية. يعني أقولكم جميعا إحنا كلياتنا أشخاص حسيين. هلأ ممكن الكورنفليكس تبع الفطور اللي بناكله، رقائق الذرة، في ناس بتحبها مع لبن بارد وبتقرش، في ناس بتحبها مع لبن ساخن وبتصير أكثر طرية. ليش أنا بحبها هيك وليش أنت بتحبها هيك؟ هذا عبارة عن يعني مفضلتي الحسية. وين بتصير المشكلة؟ لما أنا ما باكل ولا نوع غير يكون مثلا مقرمش، أو غير يكون مثلا بهذا الملمس. فأنا دائما لما بحكي للأمهات، لأنه إحنا أيام بقول لهم المشكلة ما تصير فعلا زيادة في الوعي، بتصير عينينا كثير على أولادنا. طلعي عليه مع أقرانه واسألي مقدمي الرعاية من معلمات المعلم. أنا بحس أكثر ناس مفيدين بالذات الأولاد لما يدخلوا المدرسة ورياض الأطفال هن المعلمات، لأنه يمكن أنا في البيت ما عندي حدا أقارنه بابني، لكن المعلمة رح تقدر تقولي إنه والله ابنك مختلف، أو ابنك مثلا بيعمل هاي الحركة إيش أكثر أو أقل. فالخطوة الأولى إني أنا أقارنه بأقرانه، الرقم اثنين أو بنفس المساواة إني أشوف قديش عم بيأثر هذا الإشي على تطوره الطبيعي وقدرته على عمل المهارات المتناسبة مع عمره. يعطيك العافية دكتورة. طيب بالنسبة للطفل اللي يسير على أطراف أصابعه، كيف العلاج المناسب؟ هلأ لازم أنا أعرف ليش عم بيمشي على أطراف أصابعه. واحدة من أبسط الأشياء اللي إحنا بنعملها إنه إحنا بنجيب له الحذاء اللي له رقبة عالية، هذا ويكون شوي قاسي الحذاء، هذا بيجبر الطفل إنه هو ينزل رجله لتحت. لكن أنا كمان بدي أعرف إيش ليه، هل هو بس عم بيمشي على أطراف أصابعه ولا عندي أشياء تانية أنا قلقانة فيها؟ يعني إذا هو بس عم يمشي، في بعض الأولاد بيمشوا على أطراف أصابعهم، تعويض، لفت انتباه، يعني أشياء مختلفة ما لها علاقة في الاضطرابات الحسية. بهمني أنا أطلع على صورة متكاملة. إذا بس المشكلة عم بتكون عم بيمشي على أطراف أصابعه، خاصة إذا الولد صغير في العمر، خلينا فترة نلبسه حذاء ذو رقبة عالية ويكون شوي الحذاء يعني أجلكم الله من تحت يكون قاسي عشان ما يقدر إنه يطعجه، وبالتالي هو يجبر إنه ينزل رجله قدام، لأن المشي على أطراف الأصابع على المدى البعيد مش جيد للبنية تبعت الجسم ووضعية الجسم وحتى للظهر. فلازم أعرف سببها وأنظر إلها مش بمنعزلة مع الأشياء الثانية. إذا لحالها نجرب بقصة الحذاء، إذا أشياء ثانية بأخذه على مختص ومن وبتم تقييمه. طيب كيف أتعامل مع الطفل من ذوي التوحد العنيف؟ بدي أعرف سبب العنف. أي الـ إحنا دائما نفكر كل تصرف يقوم به الطفل له هدف. Every behavior has a purpose. أنا هاي تعلمتها وغيرت نظرتي جدا في لما بطلع على الأطفال. لما بيعمل الطفل أي تصرف، هذا التصرف فيه وراءه شيء. هل هو العنف تبعه ناتج لأنه ضايج؟ في أولاد اللي عندهم اضطرابات حسية لما بتاخديهم، إحنا الحمد لله الله يديم علينا عائلاتنا اجتماعاتنا بيكون فيها كمية يعني كمية كبيرة من الناس. لما نجتمع بالعيد يكون الصوت كتير عالي، صوت المعلقة بالأكل، صوت الكاسات، صوت الناس وهي عم تحكي. في أولاد كتير بضوجوا. لما بيكون الطفل بالذات كمان ما عنده قدرة لغوية زي أولادنا اللي عندهم اضطراب طيف توحد، كيف بده يعبر إنهم متضايق؟ الطريقة الوحيدة اللي يعبر عنها أيام بتكون بالعنف، سواء العنف موجه لنفسه أو سواء العنف موجه للآخرين. فممكن هو يبدأ يخبط رأسه بالأرض أو يخبط رأسه بالحائط الأمامه، أو ممكن يروح يضرب أي حدا موجود أمامه، لأنه هو في عنده هو منزعج بس مش عارف يعبر ولا عارف يحكي. وهذا بحتاج صبر وطولة بال إني أنا ألاحظ كل مرة لما عم بيصير عنيف إيش عم بيكون قبل. إذا في حدا من زملائنا هون بتعديل السلوك أو بنعرف حدا تعديل السلوك، هذا هن خبراء فيه، في إنه يساعدونا كيف إنه نعرف ماذا يسبق هذا الفعل أو هذا التصرف، شو بيصير قبله وشو بيصير بعده اللي عم بيعززه أو عم بيخليه يصير مرة تانية. فالطفل العنيف لازم أعرف السبب، لازم أعرف ليه عم يعني إيش المواقف اللي عم بيكون فيها عنيف، إيش طبيعة العنف تبعه حتى إني أنا أقدر أعالجه.